السلام عليكم، أهلا بكم متابعي القناة، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا درس ديال ليكسيك لارتيكل دي ديكسيونير، يعني داك المقال ديال القاموس أو المعجم. اوبجيكتيف، الهدف هو سو ريباري دون لا باج دان ديكسيونير، أنك تعرف كيفاش تتعامل مع صفحة ديال ديكسيونير ديال داك المنجد اللي فيه تفسيرات ديال الكلمات. سكو جو سي كيسكو سي مو اون بارتيكولييه، اون بون بارتيكولييه، شنو هاد الكلمات، شنو اللي عندهم مشترك؟ بوليسون، بوليتيس، بوليتيسيان، بوليتيك، بولان، شنو اللي عندهم مشترك؟ هو انهم كيبداو بهاد بو 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 بو، اذا عندهم كيبداو بنفس السيلاب، واضح. شنو عندنا هنا؟ جوبسيرف اي جو ديكوفر، هادي واحد الطرف ديال الديكسيونير. كيك او بوتون تروفي سو دوكيمون، فين يمكن نلقاو هاد الوثيقه؟ نقولوا بان on peut la retrouver dans un dictionnaire. Donc il y a le document dictionnaire. Sur le à quoi sert l'alphabet en colonne? Là, je quitte la nahed A, B, C, D, les nahed Fad, Fad, Hamoud. Qu'est-ce qu'on a donné? Bien, on a fini hier. الحرف اللي لان كل ورق في الديكسيونير مفرق الطريفات، كل طرف فيه واحد الحرف اللي ملون، هو الحرف اللي يعني دوك الكلمات. انت ملي كتشد الديكسيونير كتشوف الكلمه انت ملونه او، انقلب على الكلمات ديال او، ملونه سي، انقلب على الكلمات اللي كيبداو بالسي، فهمت؟ مش كتمشي ليها نيش الحرف اللي خاصك، كتمشي ليها نيش. اذا سير دو روبير دو لتر دو ديبي دو مو، يعني كيقولنا بان الكلمات هادو مثلا كنقلب على مثلا مثلا نقول لكم مثلا ايكول، نقلب على ايكول، ما نبقاش نقلب هنا وهنا وهنا، كنمشي مباشره للحرف او وكنفتحو. ندوزو السؤال الثالث، قالك ريليف لو مو بلاسي اون او دو لا باج، اكوا سيرتيل؟ هاد الكلمه هادي اللي في الفوق ديال اش لها الصالحه؟ اي سير دو مو روبير، لان ملي كتجي وكتفتح كتقول ا ان ان، يعني كتقلب على الكلمات اللي مبديين بجوج ا وجوج ديال ان، هما اللي غتلقاهم هنايا في ديك الصفحه، واضح. ثم رابعا قال لك كينديك لي مو مي اونتر بارونتيز، هاد الكلمات اللي بين قوسين شنو كيعبروا علينا؟ هنا ادفيرب، هاد الكلمه قال لك راها ادفيرب يعني حال او ظرف، هنا نو ماسكولين يعني اسم مذكر، هنا اسم مؤنث، اذا كيحددوا لنا الطبيعه ديال ديك الكلمه والنوع ديالها، واش مذكر ولا مؤنث. اذا ديك لا ناتور دي مو، واضح، واش مذكر ولا مؤنث. هنا اسكو لو مو أنتين فيغور سور سيت اكستري أو بوكوا؟ مثلا أنتين واش علقاوها؟ أنتين ما علقاوهاش كاغ سا تخوازيام لتر إي تي، هانت هنا شنو لو غوبير عندنا؟ أنيوالمون يعني أ أن أن، وهنا أنتين علقاو أ أن تي، إذا ما عمرك تلقاها هنايا، واضح. ندوزو الأسئلة الموالية، جي مانيبول إي جو ريفليشي، هنا تاني واحد الجزء ديال الديكسيونير بحال هذا اللي شفنا الفوق. Quelle définition est donnée du mot cuillère? Je mets le tarif de la kalimat cuillère. Tarif de la wa estensi formé d'une partie creuse prolongée par un manche. Quand il y a un wa'a, bhal ma'alqa, واحد wa'a ou kikun mgharraf ou kikun fih واحد طريف طويل ou fih واحد dra, fih واحد اليد. هو ديك اليد ديال المعلقه. هنا المثال هو ان كويير سوب، ملعقه ديال الحريره، ملعقه ديال الديسير، ملعقه ديال القهوه اللي كنحركوا بها السكر. هنا قال كو سينيفي سيت ابريفياسيون ال اف، شنو كنعنيو ب ال اف؟ يعني نون فيمينا، يعني اسم مؤنث، كنقولوا لا، علاش؟ باش نعرفوا اننا نقولوا لا كويير، ما نقولوش لو كويير، واضح. هنا قال لك هنا دون سيت ديفينيسيون ريليف لا فراز اكزومبل، لا فراز اكزومبل هي هذه ان كويير سوب، هي لا فراز اكزومبل. هنا قال لك هاد لو مو كويير اي سويفي دي لتر، متبوع بهاد ان اف، اش كتعني؟ ان اف قلنا هي نون فيمينا. هنا غوليف دوطخ ابريفياسيون اي اكسبليك اكوا شاكين كوريسبون. هنا في كتعني فيرب، هنا مثلا هنا عندنا ان اف هي نون فيمينا، ممكن تلقى نون ماسكولين ان ام، ممكن تلقى ادف يعني ادفيرب، ممكن تلقى ادج يعني ادجيكتيف الى اخره. هنا كان ديك لي مو اونتر كروشي، شنو كيبينوا لنا هاد الكلمات اللي في كروشيات؟ هادو كيبينوا لنا النطق ديالها، كيفاش كننطقوها. مثلا هنا كويير، كويير هادي كتابه صوتيه الكلمه، هادي كويير، واضح، هادو كتابات صوتيه للكلمه. ندوزو القاعده نشوفو شنو كتقول لنا القاعده. قال لك جو كونستروي لا ريغل، نشيئو القاعده، قال كومبليت لا ريغل افيك لي مو، نكملو القاعده بهاد الكلمات ابريفياسيون مو روبير نون ماسكولين
troisième verbe ordre alphabétique dictionnaire. هنا كملناها نصبناهم هنا. عندنا le dictionnaire, le dictionnaire دينا من هنا donne l'explication des mots. قال لك القاموس كيعطينا تعريف ديال الكلمات, الشروح ديال الكلمات. Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par قال لك في الديكسيونير الكلمات مرتبة باش بالترتيب الأبجدي ordre alphabétique. Pour chercher un mot dans le dictionnaire, on utilise les mots repères placés en haut. باش نبحثوا على شي كلمة في المنجد كنستعملوا دوك الكلمات اللي كيكونوا الفوق اللي كي كلمات المؤشر اللي كاينه الفوق. De chaque page, on regarde aussi la première lettre du mot. قال لك كنشوفوا le mot repère واش في دوك الحروف الاولى ندير ديك الكلمه اللي كنقلبوا عليها, من بعد كنقلبوا على الحرف الاول, من بعد الحرف الثاني, من بعد الحرف الثالثيام لتر, وهكذا. شاك مو اكسبليكي, كل كلمه مشروحه اي سويفي دون او بليزيان لتر ابيلي ابريفياسيون. كل كلمه مشروحه كديروا قدامها واحد الحرف ولا جوج كيتسموا اختصارات, هما هذو اللي غنشوفوا لتحت. Elle donne des informations sur la nature et le genre des mots. كيعطينا معلومات على الطبيعه والنوع ديال الطبيعه, هو واش فيرب ولا نون, واش اسم ولا فعل, والنوع واش مؤنث ولا مذكر. اكزامبل ان كتعني نو, فيرب نديرو لها في, ان ام نو ماسكولان, ان اف نو فيمينان, ادج يعني ادجيكتيف, ادف يعني ادفيرب. دابا ندوزو الصفحه ديال التطبيقات الكتابيه. هنا قال لك جو مونترين, قال لك رتب رونج لي ليست دو مو دون اوردر الفابيتيك, في الترتيب ديالهم الابجدي. سوغير كارتابل فيربال ابي ليتاج, الترتيب ديالهم الصحيح هو ابي كارتابل ليتاج سوغير فيربال. هذا هو الترتيب الابجدي, لان ا كتجي قبل من سي, كتجي ديما الحرف الاول. كارتابل ليتاج سوغير فيربال. هنا ارموار امبولونس اكتواليتي انونس, كتلاحظوا بان الكلمه هاد الكلمات كلهم كيتبداو بأ, يعني ما يبقاش حلنا المشكل ا ندوزو للحرف الثاني. اذا الحرف الثاني هنا ار ام سي ان, شكون اللي كيسبق فيهم كاملة هو السي. اذا هاد اكتواليتي تجي الاولى, اكتواليتي امبولونس انونس ارموار. هنا عندنا الحروف بجوج الاول بحال بحال, اذا حلنا المشكل الحرف الثالث. انت موديل مودرن, موبيليي مود, موش موبيليي تبدا بها, موش مود, موديل مودرن. ثم عندنا السؤال الثاني, السؤال الثاني قال لك ربط شاك ابريفياسيون, كل اختصار ربطو مع النوع ولا الطبيعه ديالو اللي كتناسبو. مثلا بارتيسيبي راه فيرب, نجيبو الفي. ليجي ليجي يعني خفيف ادجيكتيف, نات نديرو هنا ادجيكتيف. سيليبريتي نون فيمينا, كنقولو لا سيليبريتي الشهرة. سيريوزمون هذا ادفيرب يعني حال. موند كنقولو لو موند يعني نون ماسكولين. واضح. ندوزو لجو ميفالي, كنشوف هاد لارتيكل ديال ديكسيونير. قالك لي سيت اكستخي دو ديكسيونير, قرانا هاد الطرف ديال القاموس وكمل لينا. بوي كومبليت غوليف لو مو روبير دون سيت اكستخي دو ديكسيونير. شنو لو مو روبير؟ هو بليابل, هذا اللي فوق انا كتبنا هنا. غوليف لو جونغ و لا ناتور دو شاكان دي مو سويفون, جبتنا النوع, نوع واش مؤنث ولا مذكر, ولا الطبيعة ديال كل وحدة من هاد الكلمات. بلياج, شنو هي بلياج؟ هاهي. إذا شنو عندها هنايا؟ عندها نو ماسكولين ان ام, نديرو ان ام. بليون هي بليان, ادجيكتيف اذا نديرو ادج. بليي فيرب اذا نديرو في. واضح. ثم عندنا هنا شنو عندنا؟ قالك شوازي, اختار ان مو دون اون باج دو تون ديكسيونير, اختارنا شي كلمه من الصفحه ديال الديكسيونير ديالك بحال هذا اللي عندك. بوي اكري وكتب لينا لو مو شوازي, شنو هو الكلمه اللي اختاريتي؟ مثلا اخترت لك وانا ايكول. لو مو روبير اللي كان الفوق هو هاد ايكولي. لا ديفينيسيون دو مو شوازي, شنو التعريف ديال الكلمه اللي اختاريتي؟ ايتابليسمون هو واحد المؤسسه, واحد البنايه اللي كناخذوا فيها التعليم العمومي, التعليم الجماعي عمومي. ايتابليسمون او لون دون ان انسينيمون كوليكتيف جينيرال. ولا ناتور او لو جون دو مو ان اف, لان ايكول كنقولوا اون ايكول, اذا نون فيمينا. وهكا كملنا الدرس ديالنا, الى اللقاء.